Mosaïque FM Podcast. À la une. مرحبا بكم في تونس، بلاد النظام والقانون والقيم الجمهورية، البلاد اللي قريب تقف على خاطر لحمة بين الرئيس وجمعية رياضية، البلاد اللي كي تبدأ تحب تخدم فيها كروكر تحضر روحك باش تحكي على طرحة لطيخ التاريخي بين عدنان منصر ولطفي زيتون، ولا على ترشيح الغنوشي لرئاسة الاتحاد الدولي لإخوان لعلماء المسلمون، ولا على إيران اللي فرضت إرادتها على المجتمع الدولي ولو كره المناوئون. أما تخلي هذا كل وترسيلك تخرف على عركة بين الرئيس وأنت أنصار الترجي اللي عليه غاضبون. الصباح الأسبوعي اليوم كتبت: الكتاب الأسود يؤجل الكلاسيكو، دخلة تهكمية على رئيس الجمهورية تنعش الترجي وتغضب الصفاقسية. حمدي المد بيقول: لسنا وزارة. لطفي عبد الناظر يقول: نحن نلعب الكرة على الميدان. وسليم الرياح يقول: لست مستعدا للتسيير في بطولة تلعب في الكواليس. الأسبوع المصور من جهتها قالت: بعد تأجيل مباراة الترجي والصفاقسي، أحباء الأحمر والأصفر يقتحمون ملعب المنزه، أحباء الصفاقسي يحتجون، الإفريقي يقاطع الجولة المقبلة، ورئيس الرابطة يوضح. أما الشروق فتقول: أنصاره شتموا الرئيس، اقتحموا المنزه وثأروا لناديهم، الترجي يهزم المرزوقي. وقتلي نورمالمون المرزوقي ماهوش داخل في المسابقة أصلا، وفي الواقع معروف أنه كما نقولوا نحنا يلعب عدود. واللقب الوحيد اللي نجم يدبر سناء هو لقب الغراب الذهبي اللي فوز به صاحب أعلى نسبة في إعلان الحداد الوطني، وهذا جزاء اللي يتعامل مع الذاكرة الوطنية كأنها تركة السيد الوالد، ويتعامل مع الإعلام كأنها جارته غلطت وصبت عليهم البركون استلمي بارد. ومن كل الجمعيات اللي تورطت مع النظام البيت يجبد واحدة برك ويهيج على روحه مارد. حتى لين رد المواطن يراف الاهتمام بالشأن الوطني وليلو كرفي، ولا هو سلكها ياسر كان العام الجاي ينجم يترشح الرئاسة القسم الشرفي. اش خلى عمك السبسي يصور ويجول في البلاد وعمل الروح وسلطة عرفي. اليوم في الصباح الأسبوعي قال لك: صلاحياته أقوى من الرئاسة والتأسيسي. السبسي يدعو إلى إنشاء مجلس أعلى للدولة. وفي الشروق نقراو: السبسي في حديث لقناة نسمة: الحل في مجلس دولة يضم الغنوشي والعباسي وبوشماوي والباجي. أي وخلي هك المرزوقي في تركينا يلاجي، ويفركس في قجرات بيرو عبد الوهاب عبد الله قداش فما من جنة وفيها بريكاجي. إذا السبسي اقترح أنه نشدوا مؤسسات الدولة نعملوا بها كفتاجي. بون هي ديجا ماهيش ناقصة قعباجي، أما مش منه، من اللي سايب جماعة السبسي وجماعة الغنوشي وطاح يتلكش على أحباء الدراجي. الحاصل كما قالوا قلت راه يا دادا عيشة راس الهم أمريكا، ومسكين اللي قاعد يخلص في أفريكا. اليوم الشروق تقول: أمريكا لحلفائها انسوا الأسد وحاربوا الإرهاب التكفيري. ويا بابا على لعبة تومي جيري، أمريكا التو ما فهمت اللي هي بمساندتها للإرهاب عملت الروحة هاراكيري، من بن لادن ضد روسيا، الجبهة النصرة ضد سوريا، من الإخوان المسلمين والربيع العربي للكاميكاز الحالمين بالجنة وسبعين حورية، ثنية مضمونة لإشباع الغرائز الجنسية من غير فيزا. أما ديما كل ما تشوفوا الحالة المتعبة اللي وصل لها العم سام ما تنساوش، هذا ما جنته على نفسها كونديليزا. على أون موزايك فام بودكاست. موزايك فام.